يترافق تهجير واقتلاع الأهالي من أحيائهم ومدنهم بنسف كامل لذاكرتهم من خلال قصف بيوتهم وتغيير معالم حاراتهم وسرقة ممتلكاتهم الشخصية التي أنفق معظمهم عمره كي يؤمنها. برادات وغسالات وجميع أنواع الأجهزة الكهربائية ليست على واجهة محل الكهربائيات والأدوات المنزلية، بل في سيارات قوات نظام وفي شوارع المدن التي يصنفها أمنة، مسروقة ومعروضة للبيع علانية، وربما يمر صاحبها ويشتريها مرة أخرى. في السويداء لم يتقبل الأهالي انتشار ظاهرة التعفيش، وعبروا عن استيائهم من توافد السيارات المحملة بأثاث منازل درعا والتي تأتي عبر قرى سويداء الغربية لفتح أسواق جملة ومفرق وبأسعار مختلفة. هذا ما اعتبره أهالي سويداء منافيا للأخلاق. عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتشر هاشتاغ لا للتعفيش، وتفاعل معه كثيرون في محاولة للضغط نحو منع انتشار هذه الأسواق وفضح كل من يتعامل مع السارقين ومقاطعتهم. لم تقتصر ردود الفعل هنا، ففي قرية عرمان أغلق شباب القرية محلاً حاول بيع البضاعة المسروقة، كما أصدرت حركة رجال الكرامة بياناً استنكرت فيه دخول المسروقات من ممتلكات المهجرين والذين تجاوز عددهم 270 ألفاً خلال أيام. ربما لم تستطع جميع المدن السورية الوقوف في وجه المستبد، واستطاع أن يرهبها بفكرة المسلحين والإرهابيين والاعتقالات، لكنه حتما لن يستطيع إجبار أهلها على أن يتخلوا عن أخلاقهم.